سبعة شهور من شهور منصب رئيس مجلس النواب بعد قرار المحكمة الاتحادية العليا في 14 من تشرين الثاني 2023 إنهاء العضوية البرلمانية لمحمد الحلبوسي بقرار بات وملزم. جرت محاولات عدة لانتخاب رئيس مجلس النواب تمثلت بأربع جلسات وقد باءت جميعها بالفشل، أبرزها جلسة كانون الثاني الماضي حيث تنافس على الفوز المرشحان الأبرز آنذاك شعلان الكريم عن حزب تقدم، وفي وقتها حصل على 152 صوتا، وسالم العيساوي مرشح السيادة ب 97 صوتا، بينما حصل المرشح الثالث محمود المشهداني المدعوم من دولة القانون حصل على 48 صوتا، ما أخرجه من دائرة المنافسة لكنه عاد إليها بعد انسحاب الكريم بموقف سياسي. في 6 من أيار الحالي أصدرت المحكمة الاتحادية العليا قراراً يتضمن الحكم بعدم صحة فقرة تأجيل انتخاب رئيس مجلس النواب إلى حين البت في الدعاوى المنظورة أمام القضاء. بعد مفاوضات سياسية مكثفة شهدتها المرحلة الماضية، تقرر عقد جلسة خامسة لاختيار رئيس جديد للبرلمان وحسم المنصب التشريعي الأبرز وفق الاستحقاق والعرف السياسي.